عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بحل هذا التمرين الذي طرح بجامعة واري بومدين 2022-2023. التمرين كان عليه 4 نقاط. هنا التمرين أعطيت المجموعة كما تلاحظون A. ماذا تساوي؟ تساوي ما إكس يؤول إلى 0 مفتوح زائد من النهاية مع ماذا؟ مع إكس جذر إكس زائد 6 أصغر أو يساوي 0. يعني أتيت لنا هذه العبارة بهذا الشكل. أولا معنى هذا ماذا؟ إذا هذه كيف تصبح؟ تصبح بهذا الشكل، صار ماذا؟ من إكس زائد 6، واضح هذا الأمر. إذا هنا حتى يكون الجذر معرف معنى ماذا؟ يجب إكس زائد 6 يكون أكبر من الصفر، معنى إكس أكبر من ناقص 6 أو يساويه. إذا محققة هنا، لماذا؟ لأن إكس من صفر إلى زائد من النهاية لا تؤثر، معناها سنتبع ما أعطينا في التمرين، إكس ينتمي من صفر إلى غاية زائد ما لا نهاية، وهذا الأمر. إذا لدينا جذر إكس زائد 1 وإكس موجبان، ماذا نقوم؟ نقوم بتربيع الطرفين، نود إيجاد ماذا؟ نود جذر أي مقياس إكس، لما نربع الطرفين العبارة تصبح بهذا الشكل، إكس مربع. من أجل يعني كاكس و إكس ينتمي مجال قلنا من صفر إلى زائد ما لا نهاية مفتوح، لدينا إكس مربع أصغر من ماذا؟ من إكس زائد 6، أمبليك ماذا؟ إكس مربع ناقص إكس زائد 6 أصغر أو يساوي صفر، معناه نبحث متى يكون هذا أصغر أو يساوي من الصفر. سنقوم بحل المعادلة، يعني حساب دلتا، لأن دلتا ماذا يساوي؟ بي مربع، يعني بي مربع ناقص 4 ناقص هنا، عفوا هنا ناقص 6، هنا ناقص 6، من هنا ناقص 6، بي مربع ناقص 6 قاسي، وتساوي كم؟ تساوي 25. إذا الحل الأول إكس أ ماذا يساوي؟ ناقص بي، ناقص بي معناتها زائد 1 ناقص جذر دلتا، معناها ناقص 5 على 2 أ، معناها 2، وتساوي كم؟ تساوي ناقص 2، ناقص 4 على ناقص 2. والحل الثاني إكس 2 ماذا يساوي؟ يساوي 6 على 2، ويساوي كم؟ يساوي إذا 3. الآن هنا كيف إذا جدول التغيرات؟ إذا ماذا نلاحظ هنا؟ متى يكون أقل أو يساوي من الصفر؟ هذا المترجحات تكون متى؟ تكون مداخل جذرين عكس إشارتها. إذا لما نشكل جدول التغيرات ماذا لدينا؟ ينعدم عن ناقص 2 وعن 3، مداخل الجذرين عكس إشارتها ومقابل الجذرين نفس إشارتها. إذا متى تكون أقل صفر معنا في هذا المجال؟ في هذا جدول الإشارة تاع البولينوم هذا إكس مربع. إذا جدول الإشارة بهذا الشكل. إذا معنى الحلول الآسية حسب التمرين، معنى آس مباشرة ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 2 إلى غاية 3. إذا هنا قلنا أصغر أو يساوي من الصفر، هنا قال أصغر أو يساوي من الصفر، معناه ناقص 2 مغلق إلى غاية 3 مغلق، تقاطع مجموع التعريف ماذا يساوي؟ الصفر إلى غاية زائد من النهاية. إذا هذه ماذا تساوي؟ إذا مجموع التعريف تقاطع الحلول، يعني المتراجعة هون، هذا ماذا يساوي؟ متى يكون أقل من الصفر؟ يكون من الصفر مفتوح إلى غاية 3، يعني هذه هي أس. إذا ماذا نستنتج؟ إذا نستنتج أن سيب، يعني سيب ما هو؟ سيب إكزيست. إذا سيب دو أ ماذا يساوي؟ يساوي 3، وكذلك 3 تنتمي إلى من الصفر إلى 3 مجال، لأنها مغلقة، أنفليك أن الماكس إيغال 3. الآن لانف إكزيست، نعم كم يساوي؟ لأن هي محدودة بالصفر، لانف دو أ يساوي صفر، لكن واحد لا ينتمي إلى أ، صفر لا ينتمي إلى أ، أنفليك ماذا؟ أنفليك لو مين يساوي مين دو أ يساوي صفر. الآن سننتقل إلى السؤال الثاني، يعني قال حل المعادلة، قال حل المعادلة، حل المعادلة أرك سينيس إكس مربع ناقص 2 بي على 3
الارك سينيس اكس يساوي ننقل تساوي ناقص بي اس 2. مكتوبه هنا شيء اطلع اذا انا ارك سينيس مكرر هنا ومكرر هنا، هنا اس 2 وهنا اس 2. ماذا نفعل؟ نقوم بوضع ايجراد. ماذا يساوي؟ يساوي ارك سينيس اكس، يعني هاك ارك سينيس اكس. ومنه ماذا نضع؟ اذا كيف تصبح العباره؟ تصبح هذا الشكل، ايجراد مربع ناقص 2 بي على 3 اكس زائد بي وكاري على 2 يساوي صفر. اذا سنقوم بها ايجاد الحلول ايكغيك ان وايكغيك دو عن طريق حساب دلتا. اذا دلتا ماذا يساوي حسب التمرين؟ ب مربع معناتها 4 على 6 يعني 3 بي، 3 بي على 2، 3 بي على 2 في التمرين، 3 بي على 2 اذا تساوي 3 بي على 2. نعم 2 معناها الدلتا ماذا يساوي؟ يساوي 6 على 4 ناقص 4 اس ناقص 4 اس بيو كاري، هنا ناقص 4 اس بيو كاري على 2. هذا تحيد هنا كم نجدها؟ اذا قلنا هنا بي مربع يعني 3 مربع تساوي 9 بيو كاري. فتحيد مقامات الدلتا كم نجده؟ سنجد 9 ناقص 8 بي وكاري على ماذا؟ على 4 وتساوي بي على 2 كل مربع. هذا هو دلتا. إذا الحلول ما هي؟ إيكغيك أن ماذا يساوي ناقص بي معنى 3 بي على 2 على هنا 2 2 أ معنى 2 أ أ 1 ناقص ماذا؟ ناقص بي على 2. وهذا ماذا يساوي؟ يساوي يساوي 2 بي على 2 الكل على 2. وهذا ماذا يساوي؟ يساوي بي على 2. اذا هذا الحل الاول. الحل الثاني ماذا يساوي؟ الحل الثاني 3 بي على 2 زائد بي على 2 على 2. وهذا ماذا يساوي؟ يساوي 3 زائد 1 4 بي على 2 يساوي 2 بي على 2 ويساوي بي. اذا الحلول وجدنا بي وبي على 2. اذا معناه ماذا؟ معناه ان ايكغيك ان، اذا الحل الاول ايكغيك ان الذي قلنا يساوي ارك سينيس اكس يساوي ماذا؟ يساوي بي على 2. والحل الثاني ايكغيك 2 يساوي ارك سينيس بي. إذا أرك سينيس إكس بي، إذا ماذا يساوي؟ نعم، الآن ماذا نعرف عن أرك سينيس؟ إذا أرك سينيس ماذا نعرف عن أرك سينيس؟ نعرف أن الأرك سينيس، أرك سينيس إكس محصور أصغر من بي على 2 وأكبر من ناقص بي على 2. إذا من أجل بي الحل كيف هو مرفوض، يعني ليس لها حلول في آر. إذا ليس لها حلول في آر بالنسبة لهذا الحل، إذا هذا مرفوض. ليس لها حلول في آر. لكن من اجل ارك سينيس، ارك سينيس اكس يساوي بي على 2، هذا امبليك ماذا؟ ان اكس يساوي ماذا؟ 1. لان ارك سينيس اكس ماذا يساوي؟ يساوي 1. لما ندخل سينيس طرفين معناها سينيس بي على 2 يساوي 1، وسينيس 1 وسينيس اكس يساوي 1. اذا من اجل اكس يساوي 1 فان ارك سينيس اكس يساوي بي على 2. ومن اجل بي ليس حدود، لماذا؟ لان ارك سينيس اصغر او يساوي بي على 2 واكبر من ناقص بي على 2، اذا ليس لها بي لان ارك سينيس عمره لا يدي بي. اذا الحل فقط هو 1. اذا الحلول اكس يساوي 1. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.